صراحه انا ديجا لعبت في ديسين بزاف وهذا، مي لاسين ديال قناوه ما بين قناوه وما بين الفنان عبد السلام وفيو فاركا، واحد الاحساس اللي هو زوين زوين بزاف اللي خلاني انني ماشي نقولوا ستريس، مي كان اكسايتينغ، كان الشوق باش انني امتى يبدا الشو. صراحه بدا الشو كنحس بواحد الحريه في اللعب، ما عرفتش واش هذا الشيء وصل للناس، مي الحمد لله يعني قدرنا ندير واحد البيرفورمانس اللي هي مزيانه بزاف وعجبات البيبليك، وحسينا باللي البيبليك راه يعني لعب معنا وتموتيفا معنا طيله يعني للشو. اليوم ان شاء الله عاوتاني غادي نلعبوا في نفس لاسين مع فنانين كبار اللي جايين من الامريكان، من موريتانيا، من مالي، المعلم حسام قنيا، كاين واحد وانديان من الاصل هندي سيفان، دونك واحد الفرقه اللي هي هائله 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 بزاف. الموسيقى هي لغه العالم، هي اللغه اللي كنتواصلوا بها مع الببليك. الموسيقى يعني احنا داكشي اللي كنديروا كنحاولوا نوصلوا من خلال الموسيقى فقط، كنقولوا هاد الموسيقى هذه خصها توصل هكا، هذه راه فرحانه، هذه راه فيها واحد شويه ديال هذه راه شويه، دونك كنحاولوا نوصلوا هاد الشيء من خلال الموسيقى ديالنا، من خلال كيفاش كل واحد فينا غادي بريزونتي راسو في شاك تراك. هكا كنخليو الشو ديالنا يبان متميز ويبان فريمون سي اناخ اللي خص الودن تسمع له. احنا في واحد الفيستيفال دو بارطاج، يعني كنبارطاجيو الموسيقى مع بعضياتنا. الا جا عندي شي واحد من مالي بمعنى راه غادي بارطاجي لا ميوزيك ماليا. احنا اش كنديرو؟ كنحاولو نفيزيونيو ما بين هاد لي كولتور باش نبينو لافريك كامله. ما بقيناش كنبريزونتيو واحد، مابقيناش كنبريزونتيو غير تا قناويت، كنبريزونتيو ميم لافريك كلها. الا جا عندنا امريكاني، الناس كيسمعوا امريكاني مع التاكناويت، وبوتيتخ من هذه المساله كاينين بزاف ديال الناس كيتانسبيراو من جوج جوايه. حنا كنتانسبيراو من هاد الناس هادو باش نعطيو واحد البرودوي، وكاينين الناس اللي كيتانسبيراو من الفيستيفال ديال قناوه باش انهم يعطيو واحد البرودوي اخر من خلال الفيستيفال قناوه، واخا بطريقه غير مباشره بوتيتخ ما يذكروش كاع. دونك يعني المساله متبادله، يعني لان جينا نشوفوا حنا كنتانسبيراو من الناس كيتانسبيراو من الفيستيفال قناوه.